ملقا في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي. كرة ملعوبة الآن مرتدة في محاولة من اندرياس انيستا، كرة إلى ديفيد فيا، ديفيد فيا والانطلاقة لانيستا، انيستا وبجانبه ميسي. ميسي 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 ميسي، الله 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 الله، يا سلام يا ولد، يا روعة يا رائع أنت يا مخلص، يا تمام أنت يا تمام، يا كرة ذهبية، يا ممتع يا جميل. في الدقيقة 44 تأتي التمريرة، تأتي الطبعة، تأتي البصمة الأساسية لهذا الفريق الكبير. إنه البلوغرانا يا جماعة، ده البلوغرانا يا جماعة. شوفوا التمريرة اللي جاءت رائعة، الهجمة المرتدة النموذجية، أربعة لاعبين من برشلونة يأتوا لينيل ميسي، وميسي يضع الكرة، يضعها وضع، يضعها لب، يضعها مع قلوب البلوغرانا كلها، مع قلوب البرشلونيين كلها، يضعها في مرمى ريال بيتيس. ليس لأنه هدف مهم ولا هو هدف أيضا خارق، بس لأنه هو هدف من ليونيل ميسي. شوفوا وضع الكرة كيف، شوفوا وضع الكرة كيف، شوفوا كيف أعطاها الغمزة واللمسة، وهمست في المرمى، همست للمرمى أنا قادمة، همست في المرمى أنا قادمة. أنا كرة يسارية ليونيل ميسي. ميسي في الدقيقة 44 يسجل هدف رائع من الإبداع، ويسجل هدف مميز جدا للبلوغرانا، هدف أول يتوج تماما، شوط أول مميز، لن أقول شوط فيه سيطرة كبرى ولا فيه يعني هجومات دائما.